السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس الجذور المربعة لغسين كاري. إذا في حصة اليوم غنحاول نشوفو شنو كنعنيو بلي غاسين كاري، لا غاسين كاري دان نومبر، ولي غيغل اللي كنستعملوها في هذا الدرس. إذا غادي نحاول نديرو ملخص لدرس الجذور المربعة، نحاولو بعدا نعرفو شنو هو المفهوم، شنو كنعنيو بغاسين كاري. إذن لاحظوا معايا هنا عندنا خمسة، خمسة إلى درت لها المربع ديالها خمسة أس اثنان كتعطينا 25، خمسة أس اثنان كتعطينا 25. الجذر المربع يعني لغاسين ديال 25 هو خمسة. إذا شنو هو لغاسين؟ هو العكس أو لانفيرس ديال الكاري. خمسة أس اثنان كتعطينا 25، الجذر 25 كيعطيني خمسة. الجذر كنرمزلو بهذا الرمز هذا، جذر 25 كيساوي لنا العدد 5. ناخدو شي مثال آخر، ناخدو العدد 4. إلا درنا المربع العدد 4 فكيعطينا العدد 16. والعملية العكسية، إلا درنا الجذر المربع ديال العدد 16 كيعطيني العدد 4. إذا كتعريف سواء أن نومبر بوزيتيف، إذن عدد موجب، لا غاسين كاري دو أ إي لو نومبر بوزيتيف دون لو كاري أ، يعني جذر مربع العدد أ هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي أ. جذر مربع 16 هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي 16. إذا شنو هو العدد اللي المربع ديالو كيساوي 16؟ المربع ديالو يعني العدد اللي لو ضربته في نفسه كيعطيني 16. إذا هو 4، 4 في 4 16. إذا جذر مربع 16 كتساوي لنا 4. الجذر مثلا 81. إذا شنو هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي 81؟ إذا هو العدد 9، 9 في 9 81. إذا إلا خدينا الآلة الحاسبة فغنلقى فيها واحد الرمز ديال الجذر مربع. إذا كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الرمز ديال الجذر مربع. إذا مثلا الجذر المربع ديال صفر كيساوي صفر. جذر مربع العدد واحد كيساوي لنا واحد. جذر مربع العدد اثنان كما كتلاحظوا كيساوي لنا واحد العدد اللي فيه فاصلة، واحد فاصلة. إذا هنا العدد بعد الفاصلة كاين 10، هذا هو العدد الماكسيموم، ولكن كاين أعداد غير منتهية. إذا بالنسبة للجذر المربع ديال جوج كيعطيني واحد فاصلة، كيعطينا مجموعة من الأعداد اللي غير منتهية. لاحظوا معايا إلا درنا الجذر المربع ديال شي عدد سالب مثلا ناقص اثنان، إذا كيعطينا كيقولنا اونتخي انكوريكت يعني ايرور. شنو كيعني هذا؟ كيعني بانني ما يمكنليش نحسب الجذر المربع ديال العدد سالب، اذا الجذر المربع ديال سالب غير موجود. اذا هذه كفكره اوليه، اذا دائما الجذر المربع ديال عدد سالب فراه هذا غير موجود. إذن لا غاسين كاري دان نومبر نيجاتيف نيكزيست با. إذن مسألة مهمة، دائما في لي غاسين كاري فهنا خصو يكون عدد موجب، ميمكنليش ندير مثلا جذر ناقص خمسة. إذن هذه غير موجودة في الرياضيات، الكتابة غير موجودة. دائما العدد خصو يكون عدد موجب، جذر خمسة، جذر صفر، جذر مثلا 18. إذا دائما ما بداخل الجذر هو عدد موجب. إذا أول قاعدة جذر مربع عدد. إذا لاحظوا معي هنا جذر مربع أ الكل أس اثنان. إذا نحن كنعرفوا بأن أ أس اثنان ولا إكس أس اثنان هي إكس في إكس. إذا نفس الفكرة، إذا جذر مربع أ الكل أس اثنان هي جذر أ في جذر أ. يمكن لي ندير لها كذلك جذر أ
جذر ا في ا، كذلك كتساوي لنا الجذر ديال ا اس 2. اذا هذه الكتابه راه هي هذه الكتابه، بحال درنا القوس، بحال حيدنا القوس وحطينا الجوج في هذا المكان هذا. اذا هذه كتساوي لنا العدد ا. ناخذ هذا التمرين التطبيقي. اذا جذر 9، دائما حنا غنحاولوا نطبقوا هذه القاعده هذه. اذا غنحاولوا نكتبوا داك 9 على شكل عدد اس 2، عدد اس 2. اذا جذر 9 هو جذر 3 اس 2. 3 اس 2 كتساوي 9، اذا كتساوي شحال؟ كتساوي لنا شغلنا جذر ا اس 2 كتساوي لنا العدد، اذا كتساوي لنا 3. جذر 64، اذا هي العدد اللي المربع ديالو سيعطيني 64 هو العدد 4. اذا 4 اس 2 او 8 عفوا 8 اس 2، اذا 8 في 8 64، اذا تساوي 8. 144 الجذر ديالها، اذا هو العدد، اذا 7 في اذا 12 في 12 هي 144. اذا 12 اس 2 كتساوي 144، اذا هذه كتساوي لنا العدد 12. 256، اذا هي 16 في 16 هي 16 اس 2، اي 16. لا، جذر 4، اذا جذر 4 هو جذر ماذا؟ جذر 2 اس 2. اذا دائما المربع تحيد الجذر، لو كاري انيول لا راسين، المربع سي انيولي هذا الجذر، هان تيبقى لينا غير العدد اللي داخل الجذر، اذا 2. جذر 49 كذلك، 49 هي 7 في 7 اي 7 اس 2، اذا تساوي 7. جذر 255 او 225، اذا 225 هي 15 اس 2، اذا هي 15. جذر 1 هي 1، 1 اس 2 هي 1. اوكي، جذر 25 اذا هي جذر 5 اس 2، 5. جذر 100، اذا العدد اللي المربع ديالو كيعطيني 100 هو 10، اذا 10 اس 2 كيساوي لنا 10. اذا الجذر ديال 10 اس 2 كتساوي 10. 196، اذا هو 14 في 14، اذا 14 اس 2 هي 196، اذا الجذر ديالها 14. جذر 0، اذا 0 اس 2 هو 0، اذا كيعطينا 0. جذر 16، اذا جذر 4 اس 2، 4 اس 2 هي 16، اذا 4. جذر 81، اذا جذر 9 اس 2 كتساوي العدد 9. اذا جذر 169، اذا هو 13 اس 2، 13 في 13 هي 169، اذا تساوي 13. اذا واحد الملاحظه مهمه جدا، هذه الاعداد هذه اللي هي 1 اس 2، 0 اس 2، 1 اس 2، 3 2 اس 2، دونك هذه حسبناها جينا 0 1 4 3 اس 2 9 4 اس 2 16، وحنا غاديين. هذه كتسمى لي كاري بارفي. لي كاري بارفي شنو هما لي كاري؟ شنو هو ان كاري بارفي؟ ان كاري بارفي هو كل عدد الجذر المربع ديالو كيساوي عدد صحيح. الجذر المربع ديالو كيساوي لنا عدد صحيح. الى خدينا مثلا جذر جوج، فإلى حسبناه بالآلة الحاسبة غتعطينا 1.. إذا هنا هذا عدد غير صحيح، الجذر ديال جوج كيعطينا عدد غير صحيح، في حين الجذر ديال ربعة كيعطينا جوج، إذا عدد صحيح. إذا هادو مهمين بزاف لأن غنستعملوه. إذا هادو شنو قلنا كيتسماو؟ لي كاري بارفي، المربعات الكاملة. أولا المربع الكامل، دونك ربعة مربع كامل، كاري بارفي. شنو هو كاري بارفي؟ هو كل عدد الجذر مربع ديالو كيعطينا عدد صحيح. الجذر المربع ديالو كيساوي لنا عدد صحيح، بحال هاد العدد اللي شلنا كاملة. إذا هادي كلها أعداد كاملة أولا مربعات كاملة، كاري بارفي.
إذن ندوزو دابا لقواعد الجذور المربع. الآن غاسين كاري دان برودوي سواء A اي بي دو نومبر بوزيتيف، قلنا غاسين دو A فوا غاسين دو بي كيساوي لنا غاسين دو A فوا بي. إذن الجذر المربع ديال خمسة في الجذر المربع ديال ستة كتساوي لنا الجذر المربع ديال خمسة في ستة. والعكس، الجذر المربع ديال خمسة في ستة كيمكن لي نكتبو على شكل الجذر المربع خمسة في الجذر المربع العدد ستة. غادي نشوفو تلاتة ديال الحالات. إذا سامبليفي ليكريتور، جذر جوج فوا جذر سبعة بوغ كون نو تخوف كان سول غاديكال. إذا هنا غنحاولو نسامبليفي باش نلقاو غير غاديكال واحد. إذا نطبقو القاعدة، جذر جوج في جذر سبعة. إذا نطبقو القاعدة، هي الجذر ديال جوج في سبعة. الجذر ديال جوج في سبعة هو الجذر ديال تسعود، وكما سبق لنا باش قلنا الجذر ديال تسعود هو الجذر ديال تلاتة أس اثنان. الجذر ديال تلاتة أس اثنان أي ديال العدد تلاتة. دائما المربع كيأنولي الجذر الغاسين. يمكن لي نكتب مباشرة جذر تسعود كيساوي لنا تلاتة. الحالة الثانية، إكريغ غاسين ديال 18 سور لا فورم A جذر جوج افيك ان نومبر غولاتيف. إذا عندنا جذر 18 شنو كتساوي؟ كتساوي لنا تسعود في العدد جوج. إذا حسب القاعدة هذه كيمكن لي نكتبها على شكل جذر تسعود في جذر جوج، وجذر تسعود هي تلاتة. إذا تلاتة كنعوض جذر تسعود بتلاتة كيبقى لنا جذر جوج. هاد العلامة في يمكن لي نحيدها ونكتب فقط تلاتة جذر جوج، عندهم نفس المعنى. الحالة الأخيرة، إكريغ جذر 12 سو لا فورم A غاسين دو 3 افيك A ان نومبر غولاتيف. إذا غاسين ندير نفس الفكرة، جذر 12، إذا جذر ماذا؟ 4 في 3. إذا نطبق القاعدة، هي جذر 4 جذر 3. إذا جذر 4 هو جذر 2 أس 2 جذر 3. جذر 2 أس 2 إذا هي 2 في جذر 3، أو لا 2 جذر 3. الآن دابا الخارج، غاسين كاري دان كوسيون سوا A اي بي دو نومبر بوزيتيف افيك بي ديفيرون دو زيرو. علاش بي ديفيرون دو زيرو؟ لأن بي كاينة في المقام. دونك الغاسين ديال A على غاسين دو بي كتساوي لنا الغاسين ديال A على بي. إذن أول شرط اللي نتبعو له هما خصو يكون العددان كدايرين بوزيتيف، عددان موجبة، ما يكونش شي واحد فيهم سالب. افيك بي ديفيرون زيرو، بي كتخالف الصفر. إذا ناخدو بعض الأمثلة، إذا مثلا جذر خمسة على جذر ستة، إذا هي الجذر خمسة و ستة عدد موجبة، إذا هي الجذر ديال خمسة على ستة. الجذر ديال إلا درنا دابا العكس، الجذر ديال سبعة على الجذر ديال تسعود، ننتقل من هنا لهنا. إذا يمكن لي ندير الجذر ديال البسط على الجذر ديال المقام، وطبيعة الحال هنا يمكن لي نحسب الجذر ديال سبعة والجذر ديال تسعود كما كنعرفو هي ثلاثة. إذا ناخدو المثالين بجوج سامبليفي. إذا الجذر ديال 21 على الجذر ديال ثلاثة، إذا هو الجذر كبير ديال العدد كامل ديال 21 على العدد ثلاثة. نشوف واش عندي الإمكانية ديال الاختزال داخل الجذر. إذا 21 هي سبعة ثلاثة على ثلاثة.
اذا يمكن نختزله 3. اذا شنو كيبقى لي؟ كيبقى لنا الجذر ديال العدد 7. المثال الثاني، الجذر ديال 49 على 25. إذن son calculatrice écrire sous forme décimale. إذا نكتبوا الجذر على شكل عدد عشاري. إذا نطبقوا القاعدة، إذا الجذر يمكن نكتبوا على شكل جذر 49 على جذر 25. إذا الجذر ديال البسط على الجذر ديال المقام. إذا جذر 49 هي 7 أس 2، على 25 هي 5 أس 2 كذلك. إذا هذه غتعطيني 7، والجذر ديال 5 أس 2 غيعطينا العدد 5. إذا إحنا كتبناه سو فورم ديسيمال، يمكننا هنا نقسمو ونحسبو 7 على 5. إذا إلا درنا 7 على 5 فغتعطيني 1.4. الآن دابا لاحظوا معايا، إذا حنا قلنا بأن الجذر ديال أ في الجذر ديال ب كيساوي الجذر ديال أ في ب بالنسبة للضرب. كذلك الجذر ديال أ على الجذر ديال ب كيساوي لنا الجذر ديال أ على ب. ما تكلمناش على الجمع، على لاديسيون. الجمع دابا واش يمكن لي نكتب جذر أ زائد جذر ب كتساوي جذر أ زائد ب. حنا باش يمكننا نشوفو هاد العلاقة واش صحيحة أو خطأ، يمكننا ناخدو واحد المثال مضاد. إذا ناخدو مثلا 25، إذا ناخدو جذر 25 ونشوفو هاد جذر 25 واش غيساوي لنا جذر 25. هو جذر سود ديال 25 شنو هي؟ هي سود زائد 16. إذا نشوفو واش غيساوي لنا جذر سود زائد جذر 16. إذا شنو كتساوي جذر 25؟ كتساوي لنا هي 5. جذر سود، إذا نشوفو واش متساوي؟ جذر سود كتساوي 3، جذر 16 كتساوي لنا 4. إذا لقينا 5 هنا 3 زائد 4 يعني 7. إذا هذه غير ممكن، يعني هاد المتساوية غير صحيحة، ما كايناش، هادو مختلفين. إذا ذكروا فقط عندي جوج ديال المتساويات، الجمع غير ممكن لأن بزاف هاد الخطأ تتكرر.